انا اخو واحد الاخ الباص كان خدام في الكاموني مع عنده واحد الفقيه شاد عنده خدمه بسبعات المليون اللي قال لنا الاخ ديالي وقال تا هو في موليد الكنازه وخدم عنده وشرى واحد الطوموبيل وحطها عنده واش هي اللي نايض على مشاكل واش هي اللي تقتل عليها واش تقتل على الحساب ما عرفش علاش تقتل هذا السيد هذا وشدوا السيد خدم عنده مده ديال شهرين ونص وعيط لنا واحد داست واحد الوقت هو عيط لنا قالنا جيبوا الوالده وجيو عندي السبيطار ديال تفلت قلنا لي ياك ما كيباس قال لك اودي جيو عندي وغادي تعرفوا شنو كاين ملي مشينا لقينا الاخ ديالي في الفريغو مخشي في الفريغو وكاينه هو امه في الباب حتى السبيطار خاوي ملي جا قالنا راه طاح على شي حجره ولا هادي ملي حنا درنا فيه الثقه والنيه وداك الشيء وهذا درنا فيه الثقه وداك الشيء لقيناه السيد ملي خرج الشريح وداك الشيء لقيناه مقتول ودابا تنقلبوا على الحق ونقلبوا على الحق قتبان ديال هذا السيد هذا ما عرفناش شكون اللي ما عرفناش شنو دار مع السيد هذا هزو دار الفريكو ما عندوش حق يديه ما عيط لينا حتى دا خشاف فريكو قلنا ليه علاش ديتي قال لك حق بغيت نعتقو مني مشينا للسبيطار ديال مشينا للسبيطار ديال الفريكو داكشي قالنا مو السبيطار جابو ميت وهو قال لنا ديتو حي بغيت نعتقو في لابيلانس وحنا لقيناه ميت وها السيد خصنا نشوف بغينا نعرفوا الحقيقه ديال هذا السيد هذا كيفاش داير ما مخلصو طوموبيلته شادها ليه الام ديالو كذب عليها قال لي غادي نرجع عندك شحال هاز لك ديال الكرا قالت لي هاز 26 كيخلص ليا ديال الكرا و 4000 ريال كيصيفط لي هي 30000 ريال باش هاز ليا ولدي الكرا هو اللي هاز الام ديالو هو اللي دايرها دابا الام ديالو راه كتلاوى مسكينه عندي انا خوه عند واحد الاخ ديالو اخر كارع بيتو كوزينه ما عندوش ما بحالوش حتى انا كجالسه مع نساب عندي واحد تكرفيس مكرفسين ما بغات تجلس لنا الوالده راه يوميا كندوي للطبيب خطره عندي خطره عند خويا خطره تمشي للدار البيضاء عند واحد الاخ ديالي مسكينه حتى هي مجوجة وعندها واحد البنيته والتكرفيس اللي عايشين فيه راه ما تتصورش على البال وبغينا الحق تبان الشهور هذه ما عيط لنا حد ما كلمنا حد ما قال لنا جات تحضروا في المحكمه ما قالوا لنا حتى حاجه انا كنطلع ونهبط في المحكمه بلاتي راه البحث كاين بلاتي ما عرفناش هذا الشيء راه كثير ما عرفناش شنو كاين خويا زهري عرض عليه ديك الليله حتى هو قال لك تعشى عنده هو اللي كيقول في امه هنايا راه كاينين الشهود قال لي عرضت عليه وتعشى معايا ومع خوتي ومع العائله ديروا بحال واحد من العائله قال لك كيفاش مات ما عرفش ما عرفنا تقتل على الفلوس واش بغى يتحاسب معاه واش على الطوموبيل اللي شاد ليه دابا الطوموبيل شاده ليه اصلا ما بغاش يعطيها لينا ما بغى يعطيه العود ديالو كاري وحاط فيه لاكارت ديالو السيد المرحوم ما بغى يدير معنا حتى شي حل اللي هو مهم ما بغاش حنا كنمشي على الجدارميه كينهزرونا كنمشيو عند اي واحد كينهزرنا ما عندناش باش نديرو محامي حاله ضعيفه الله يحسن العون هادشي اللي عطى الله السوق وتنطلبوا الله تعالى شي واحد من المحسنين بحال كيشوفوا لنا شي ولا شي جمعيه ولا شي حاجه تشوف لنا شي محامي اللي تعاون معنا راه ما في حالناش راه السيد هذا دمصنا ودار لنا اللعبه وتعشى معنا وكل هو امه زاد من تما غبر زاد ما بقى بان ملي دوينا معاه في التليفون دازت المده ديال 20 يوم دوينا معاه قلنا ليه ديك الطوموبيل باش تكون بها الوالده تبيعها وتخلص بها الكره بعدا تعاون بها شويه قالنا بيناتنا المحامي ما يجي عندي حد ما يوصلني حد بيناتنا المحامي سيروا جدروا طوالكم الطوموبيل باقا الان في الكراج مسدود عليها المحضر راه مديور كان مديور في الكاموني دابا راه طلع الخميسات الخميسات راه فين كنمشيو عندهم تيقول لك احنا دايرين البحث ديالنا كنشوفوا شنو كاين وستة شهور هادي ما بانش السيد تدفن وراه ما راه ناض عليه الربيع ما حتى القبر ديالو بغينا نقادوه ليه باش يبقى منه مر ما لقيناش باش نقادو ليه حتى القبر ديالو راه باقي تراب بغينا نديروا ليه جمعه شي حاجه ما خلص لا صندوق لا لابيلانس لا يديك لا يخليك وتخبى علينا حتى خرجنا حنايا باش دمصنا حتى خرجنا حنايا وديناه داك عاد قال لك نتلقى لكم الكاموني عاد لقانا في الكاموني جيبينو من تيفلت لقانا عاد تبعنا من اللور من الكاموني ما بغاش يحضر معنا حتى في الكنازه ديال السيد بغينا نعرفوا الحقيقه ديال هذا السيد ديال هذا الاخ ديالي شكون اللي قتلو ولا شكون اللي موصى عليه واش على الحساب محاسب معاه واش شي حساس قتلو واش شي واحد قتلو هذا السيد اللي داه خصو هو اللي تكلف وخصو هو اللي يورينا الحل اشنو كاين الاخ ديالك فاش كان خدام قباص عند هذا السيد قباص قباص كيدير القبص كيدير الديكورات ومكمل ليه الدار ومكمل ليه كلشي فين ليه دارو بقى واحد التويشيات ديال الحمام هما اللي بقاو ما فيهم خدمه يومين بغينا نكون تفاهم معانا ورجع عندنا وداكشي نصيفطوا ليه شي دري يكمل ليه
ما بقاش عندنا، قالك بيناتنا المحامي صافي قطع علينا، حنا خفنا نمشيو عنده ويتهمنا بشتهم يقولك جايين يهدوني وصيفطنا للحبس. حنايا الدري مشى مقتول وحنا حنا نولوا غادي للحبس، ما بقيناش نقدروا نمشيو عنده للدار نهائيا، ما نقدروش نمشيو عنده، مشينا غادي لنا شتهم. والاخ ديالو هو اللي لقاه به، هو اللي داه الاخ ديالو هشام، هو اللي داه عنده شد ليه الخدمه تما، ما مش مقبوط حد، ما مشجون حد، كلشي دابا مطلوق. الجليجيه اللي كانوا يباتوا تما مطلوقين، كلشي قاد الامور ديالو. عاد عيط لينا حنا في التليفون قالك اجيو شوفوا خوك، حتى لقيناه مات السيد مع الربعه، السيد مات مع الربعه، وعيط لينا حتى العشرة. يعني حتى قاد الامور ديالو في السبيطار كلها عاد عيط لينا، واش الخدامه تما قالك حقا نضنا الصباح لقيناه طايح. يعني قاد اموره مع الخدامه ومع كلشي باش يثبت عليه الحجه، تحيد عليه من الدار. وهذا الام ديالو راه خاصها التعويض ديالها، خاصها اي حاجه مكرفصه كتتلاوح من قنت قنت. الله يجزيكم بخير الى ما وقفوا معنا، والوراق راه عندي، كلشي عندي، كلشي عندي، راه معيد ندير هادشي. واش دريت تعيط والحاله ضعيفه، خاصو محامي يكون مجهد، ما لقيتش باش نديرو انا، خاصو محامي يكون مجهد ما لقيتش باش نديرو. اللي دار مشيت عنده تيقول لي تعطيني مليون ونص، كاين اللي كيقول لي مليون، كاين اللي كيقول لي راه يسبق لي 5000 درهم، انا ما عنديش، سبق لي 5000 درهم. وحنايا الله يحسن العون، انا عندي المراه مريضه بالكلاوي دابا اصلا، عندي هاد الايامات غادي تنعس في السبيطار، حتى هي غتمشي تنعس في السبيطار، وليله هي النهار كنتقاتل بوحدي وصافي. هذا الشيء اللي عطى الله. فين تضرب بالضبط الاخ ديالك؟ ما بغاش يقول لنا، تضرب في الدار، في الدار ديالو، ولكن ملي قلنا له الدار فين تضرب قال لك حقه طاح من الدار. حنا ما بغاش يورينا حتى البلاصه اللي طاح فيها، ما عيط لينا ما والو، كون مشينا ولقيناه طيح، كون مشينا ولقيناه طيح ما يهمش، ما نتابعوه ما والو، ولكن ما لقيناش طيح، لقيناه داه الفريكو. هذيك الفريكو هي اللي دمصنا وثقنا فيه، قلنا فقيه، هو راه فقيه مشنوع معروف، ودرنا فيه الثقه. قلنا هذا السيد هذا مسكين ما يقدرش يقتلو، ما يقدرش يدير، ولكن ملي هزو داه ما كانش يهزو يديه، كون جينا ولقيناه طيح على الحجره او طيح في، وهذيك البلاصه اصلا ما فيهاش حجر، فيها الرمله، ومضروب في القنه، ما يمكنش يطيح واقف كون كان. والسيد اللي كفنو، السيد اللي كفنو ديناه من تبريز، الامام ديال الجامع، خلصناه وديناه باش يكفل لنا الاخ ديالي. سولناه، قلدته الوالده عندها 80 عام، قلدته قالت لها ولدي الا فيه شي نبصه حتى اللي كيطيح من البروميير ولا دوزيام، لا بما يتهرس، لا بما طافيش خبشه، لا بما تدقوا شي جاجات، تدقوا شي حاجه، شي مسمار، شي حاجه، ما فيه حتى حاجه. قال لنا السيد ما فيش نبشه الا جوج ضربات في القنه، مضروب هنا في الراس فوق، كان مضروب في الجنب ولا هذه نقولوا طيح، ما يمكنش ضرب، جوج ضربات، جوج ضربات في الراس هنا، وحده حدا وحده، حنا شناها في واحد الفيديو، جبدوا الجندار في التليفون ديالو، جوج ضربات ديال السبيطار، جوج ضربات اللي في الراس ومجبد السيد. بغينا نعرفوا الحقيقه شنو هو اللي كاين، الله يجزيكم بخير لما وقفوا معنا، بغينا يتعاون معنا شي حد على شي محامي يوقف معنا، حيت هو مجهد علينا شي شويه، عنده الفلوس وهذه راه كيطاكي من هنا ومن هنا، فين ما مشى على الجندار كيدوروا فيا الاولين، هما الثانيين دابا راه عندهم الدوسي ما عرفت، هما الاولين راه كينهزروني، شدوا لينا الشكاره ديال التليفون، شدوا لينا اي حاجه، قال لك ما نعطيكمش حق ديال تمشي للحكمه. قلنا لهم ما كاين مشكل، الساعه واحد الوقت عيطوا لنا قالنا اجي خذوا التليفون، مشى اخ ديالي خذ التليفون، ملي داه الجندار الاخرين ديال الشرطه العلميه اللي كاينين في خميسات، هما الشرطه العلميه، جبدوا داك الشيء في التلفازه، بينوا داك الشيء واحد التلفازه كبيره، بينوا السيد مضروب جوج ضربات الراس، قال لي يعني هذا راه مقتول، راه ماشي طايح، كلشي تيقول مقتول، ومول لامور قال لنا مقتول، مول لامور قال لنا السيد ما طايحش مقتول، تابعوا السيد، وراه حنا كنتابعوا السيد، بغينا نتابعوا السيد، نشوفوا الحق، حنا ماشي شكينا فيه، هو كان خدام معاه وكلشي، ولكن راه ملي هزو داه راه عارف شكون اللي قتلو، ولا قاتلو هو ولا قاتلين خوتو، وحده من جوج، انا كان مهم بغيت الحقيقة تبان، الله يجزيكم بخير. اخي واش هو الاخ ديالك اللي مات، واش هو الكبير في العائله؟ لا متوسط، متوسط. شحال في عمره تقريبا؟ 47 عام، قباص. وكيف ما قلتي لي هو كان زهري، زهري هو زهري، من الوالده قالها لنا من الصغر، ماشي عذابه، حنا ماشي كنقولوا سمعه هو اللي قتلو ولا شي حاجه، الله، حنا بغيناه هو عرض عليه احتمال وصافي. احتمال، بغينا نعرفوا من اللي هزو الدهر، عارف شكون قتلو، عارف كل شيء، وعارف المود ديالو كيفاش دايره، كان يحكي لنا يقول لنا شنو كاين ويدينا للبلاصه، ما نتابعوه ما والو، نعرفوه طايح الله يسامح. ملي قلنا طاح وكذب علينا وقلنا هذه ما يمكنش، السيد ملي في التشريح راه مقتول. دابا ما كاينش، خصك المحامي، خصك بزاف ديال الحوايج، ما لقيتش باش ندير محامي. كي دايره اخي النفسيه ديال الوالده ديالك؟ واحد الحاله ما ليله عندي، الله يخليها.
حالك؟ من نوم الخير يبان لك. وما كاينش اللي كيعاونك في هذا الملف هذا. والو كاين الله سبحانه وتعالى كنجري بوحدي. انت الوحيد اللي واحد بوحدي، عندي المرا مريضه حتى هي غنعس في السبيطار، وبوحدي كنتقاتل وصافي. خوتي اللي عندي ما كحالهمش، ما عندهمش كريم بيت كوزينه لواحد، يلا مضاربين معاك راه خطره يخدموا خطره للداخل. اخر سؤال، باش كطالب عندي؟ تنطلب الحقيقه تبان، تبان الحقيقه ويبان الحق. ماشي عايجي واحد عنده الفلوس يدمص واحد ميت مقتول ويدمصو حيت عنده الفلوس وداك الشيء يدمصو، لا، تبان الحقيقه. الله يجزيكم بخير، وراه الحقيقه راه خصها اللي وقف معايا وداك الشيء راه تبان في البلاصه. ها السيد حيت غاني شويه، غني هو الله، يعني خاصني محامي، خاصه محامي، شي محامي اللي عاوني وقف معايا ويجري معايا ويشوف كل شيء لعينيه، ما كنكذبوش عليه. وهذا هو اللي هز الوالده 10 سنين، هذه هو اللي كاري ليها امك كلها ومشربها وقال لي انا غنرجع. راه هو عارف كل شيء، الفقيه نيت هذا راه فقيه، راه معاود لي هو كل شيء. قال لي هاد الطوموبيل نيت راه كندي فيها الوالده، وباغي ندي فيها الوالده ونجيبها للبلاد وداك الشيء. ما كتبش لا طوموبيل دابا، لا عود، لا سلعه، لا 7 مليون اللي شاد عنده الخدمه، حتى حاجه ما بغى يعطينا، حتى حاجه. دابا نكر الله قالنا اللي وصلني ذنوبه على راسه. الاخ ديالك مجوز؟ لا مازال عزري، قال لك ما نتزوجش الا ما شفت الوالده سكنت معايا. انتم مجوجين وما عندكمش اتساع، يعني تنتزوج انايا ونشري البريطمه ديالي ونسكنها معايا. ما نتزوجش انا، حلف هو، راه هو في دار الحق، حلف ما يتزوج الا ما امه كانت معاه. يعني مرضيات؟ مرضي الوالد. رحمه الله. وهذا الشيء كنقولوا راه الله فوق مني، والعواشر هذه ورمضان هذا، راه ما كنكذب على السيد لا والو، راه اللي كاين هو هذا. لا وقف معنا شي مؤمن ودارنا شي محامي، الله يجزي بخير، الله يجزي بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.